مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى ضيف الظهيرة. تبرز منطقة الساحل الأطلسي بشكل متزايد كقاطرة للنمو والتحول الاقتصادي في كل الفضاء الإفريقي. وأكد الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء أن منظور المملكة يقوم على تطوير البنيات التحتية للواجهة الأطلسية بشكل عام، بوصفها حلقة أساسية في المبادلات القارية. وأكد الخطاب الملكي على أهمية مشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا في هيكلة هذا الفضاء والدفع بمسار التنمية الاقتصادية في مختلف مناطقه. للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة المغربية الرباط الأستاذ إدريس العساوي، المحلل الاقتصادي. أستاذ إدريس العساوي، ما الذي تمثله هذه الفكرة الأطلسية التي وردت في خطاب العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء بالنسبة لنموذج التنمية الموجود في عموم هذه المنطقة؟ أعتقد بأنه ما جاء على لسان الملك محمد السادس في تلك المناسبة هي الكلام عن البعد الأطلنطيكي للتنمية في المغرب، لأنه المغرب شغل بطبيعة الحال على مجال تطوير الواجهة المتوسطية، يتوفر اليوم على ميناء من أكبر الميناءات في المنطقة على المستوى العالمي بطبيعة الحال. ولكن اليوم أعتقد بأنه كلام الملك السادس وكلام يريد أن يعطي أهمية خاصة بفتح صارا جديدا للتعاون بين الفريقين. هذا التعاون لن يكون ممكنا إلا إذا اكتمل الصورة، أي مسألة التعاون جنوب جنوب، وخصوصا التعاون بين الفريقين. وأن المغرب له سياسة إفريقية مميزة في العديد من المجالات. طيب أستاذ إدريس العساوي، طبعا هذه الفكرة الأطلسية الآن تبرز كحل لمعضلة التنمية في عموم هذه المنطقة، باستحضار طبعا الباراديغمات أو النماذج التنموية السابقة، والتي طبعا ارتكزت على بعد قطري دولتي محدود. الآن ما هي إمكانيات التنمية الحقيقية التي تطرحها المشاريع التي هي في الواقع ذات بعد أطلسي واسع، من قبيل مثلا مشروع أنبوب الغاز المغرب نيجيريا؟ مشروع أنبوب الغاز كما أسلفتم هو مشروع قوي وقويم بالنسبة لوضع كل الأسس لجعل هذه المنطقة من أهم المناطق التنموية التي تعرفها القارة الإفريقية. فالمغرب اليوم مستعد ليلعب دورا أساسيا. تركني أذكرك بمسألة قوية، وهي تطوير المشاريع المرتبطة مثلا بمدينة الدخلة. هناك طريق السيارة تقريبا، المجال السريع للطريق السريع بين تيزنيت والدخلة. هناك كذلك مشروع أطلنطيكي لميناء الدخلة، وسيكون مدخلا قويا لهذه المسألة. وهناك كذلك ما سيأتي مع أنبوب الغاز الذي شيء سيكون هذا خير. أستاذ إدريس العساوي، في الواقع الصوت لا يصلنا بشكل واضح في هذه اللحظات، وأنت كنت بصدد الحديث عن مسألة بالغة الأهمية، وهي أحد مرتكزات في الواقع الرؤية التنموية لجلالة الملك محمد السادس في منظوره أيضا لنموذج التنمية في الأقاليم الجنوبية، وقد ركزت بشكل أساسي على الطريق السريع تيزنيت الداخل، الذي في الواقع اكتمل عمليا، وأيضا المشروع الطموح الورش الكبير فيما يتصل ب ميناء الداخلة الأطلسي، وهذه يعني إحدى البنيات الأساسية الموجودة في الأقاليم الجنوبية التي لربما تزكي ذلك الطموح الذي يجعل المغرب يكرس وجود هذه المنطقة
المنطقة الجنوبية المغربية كمنصة للمبادلات ليس فقط الإقليمية على مستوى المنطقة الأطلسية الإفريقية ولكن أيضا في المبادلات الأوروبية الإفريقية. هل بالفعل هذه المنطقة وهذه البنيات بإمكانها أن تشكل قاطرة تقود التنمية في منطقة الساحل؟ لأنه ما نحن بالحديث عنه هو مسألة ضرورية علينا أن نهتم بها ونقول مثلا كيف يمكن للمغرب وللدولة المغربية من خلال مدينة الداخلة من خلال أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب. إنه قلت لك على أنه 15 دولة إفريقية من هذه المنطقة ستستفيد مباشرة من المشروع وستدخل في هذا السياق وسيرفع كل حرج على هذه الدول التي ستدخل في هذا المجال. فأنا أظن بأنه ما تم إنجازه لحد الآن وتم الاتفاق عليه هي أن إفريقيا وهذه المنطقة بالضرورة لأن هذه المنطقة منكوبة من ناحية يعني أنها لا تطل كلها على البحر، فهي كانت منطقة تعرف بأنها منطقة يعني معروفة بالمشاكل المرتبطة بالإشكاليات. هي معروفة أنه منطقة خطر ومنطقة أنشطة إرهابية وجماعات مسلحة في عدد من المناطق. هذا فكان من الضروري على أن هذه الدول تصل إلى هذه المرحلة. فهي مرحلة أنه هذه الدول ليست مصدرة للإرهاب، ليست مصدرة لأي طبعا. شكل من الأشكال التي يمكن الحديث عنها بهذه الصيغة. فأعتقد صراحة بأن يعني الحال الآن هو واقف على أن كيف ستتعامل هذه الدول مع هذا المشروع، لأنه مشروع قوي وكبير جدا. طيب. يعني لا يمكن أن نتحدث عنه إلا بمنطق الواقعية، لأنه خرجنا من كل يعني الكلام المعسول والكلام المنمق لنقول بأنه الدول الإفريقية الآن ستفتح قلبها، ستنفتح كلها على قلب البحر الأبيض المتوسط، وبالتالي أظن بأن هذه من الإنجازات القوية. طيب. لهذا الأنبوب، لأن أنبوب الغاز أنت تشير طبعا إلى مسألة الولوج إلى الأطلسي وولوج دول منطقة الساحل الحبيسة إلى المحيط الأطلسي كما طرح ذلك جلالة الملك. بهذه الصيغة هل يمكن أن تشكل المقاربة الأطلسية مفتاح لحل مشكلة إخفاق نماذج الحكامة السابقة التي قامت كما ذكرنا ذلك على مقاربات قطرية ضيقة؟ أعتقد بأنه ما هو مطلوب اليوم أن نقول بأنه المملكة المغربية وهذه الدول الإفريقية عليها أن تطور هذا البعد الأطلنطيكي، عليها أن تتعامل بهذا المنطق. إنه تحدثنا عن طريق سريع على ميناء الداخلة الذي سيكون معلمة كبيرة على المستوى الإفريقي، لكنه سيفتح كما قلت لك الآفاق رحبة بالنسبة لهذه الاقتصادات الإفريقية، وسيمكنها أن تساهم مباشرة في تنمية بلدانها، ولكن في نفس الوقت أن تقدم المنتوج الثمين ألا وهو الغاز الطبيعي، يعني ستتوصل شكرا. به هذه الدول وستساهم به لنفسها وللدول الأخرى. شكرا جزيلا لكم الأستاذ إدريس العساوي المحلل الاقتصادي من العاصمة المغربية الرباط، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. بإمكانكم مشاهدينا الكرام العودة إلى هذه الزاوية التحليلية على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.